في جمهوريتنا الجديدة بنفرح قوي لما نلاقي الروح الجديدة الشابة. السادة أعضاء البرلمان بينزلوا ويدوروا يشوفوا إيه اللي بيحصل في البلد، إيه اللي بيهم المواطن، إيه اللي بيريحه. معانا النهاردة عضو من الأعضاء النشيطين جداً اللي أنا شخصياً بكنله كل التقدير والاحترام، مطور ماشي في البلد بيلف على طول، دايماً بيشوف بيجتمع بيقعد مع الناس، تليفونه بيرد على كل الناس، فاتح مكتبه وفاتح قلبه للمصريين. بنرحب بالأستاذ هشام حسين. اهلا حضرتك. بنرحب بحضرتك يا فندم. حضرتك الفترة اللي فاتت انا شايف انشطة متطورة وحضرتك موجود في كل مكان، تصريحات واستجوابات في البرلمان ومقترحات وحاجات كتيرة ايجابية. ممكن نعرف اولا ابتداء حضرتك موجود النهاردة في صناع القرار ليه وعشان ايه؟ هو موجود النهاردة في صناع القرار بسبب او للتحدث على مجال الاعلام ودوره او الاعلان ودوره في صناعة التطوير العقاري، لأن بدون إعلام وبدون تسويق وبدون الإجراءات الصناعة مش موجودة، الصناعة دي تنتهي وخلاص. دلوقتي بقى التسويق عنصر أو شريك في جميع طبعا الصناعات المختلفة طبعا، وهو ده حتى في الصناعة في الصناعة السياسة كمان التسويق بقى دور أساسي، فده الأساس في الـ طيب. هنتكلم على صناعة الإعلام زي ما حضرتك بتقول، ونقول إن الإعلان أو الإعلام أو الإعلان بقى من العناصر المؤثرة جدا في الجذب وفي التسويق وفي البيع. هل شايف حضرتك الوسائل تطورت عن زمان ولا احنا ماشيين برضو أو الدور وشاشات وخلاص وخلص الموضوع على كده؟ لا أصلا ما هو زمان إمتى؟ احنا أنا بادي من أوائل التسعينات، كان أو الفترة دي كان الإعلانات مثلا كانت بتترسم على الحوائط. صح. دلوقتي بقت الورقة بتتلزق، ورقة بتتلزق، بقت دلوقتي تطبع دايركت على ماتيريال زي اللي حضرتك حاططها هنا. بقى في شاشات ديجيتال سكرين، كان بيروح يغير الصورة من خلال فلاشة. أيوه. بتتحط دلوقتي وانت احنا قاعدين دلوقتي اقدر اغير لك نتورك بتاعت الشاشات في مصر كلها واحنا قاعدين، الحدث بقى سريع. ده بالنسبة لصناعة اعلانات الطرق. بالنسبة للسوشيال ميديا، السوشيال ميديا بقت توصل المعلومة، بتوصل لكل واحد وفي ايده في نفس الثانية. لما اجي بقى اتكلم بقى مع هشام حسين استاذ الميديا في مصر تمام، واقول له يا استاذ هشام انت ايه رأيك دلوقتي زي ما حضرتك قلت في الاعلام السريع المباشر اللي بيصور سلبيات وينشرها على طول، اللي بيبعت رسائل، يمكن في بلاد انا مش عايز اقول اسامي يعني، بس في بلاد بتحظر طبعا اي حاجه سلبيه عن البلد طبعا. هو طبعا مهم جدا ان احنا ننشر اللي بيحصل، بس انا بحس ان هو لازم يبقى فيه فلتريشن. معرفش هل شايف حضرتك ان التطور الكتير والكبير في مواقع الاخباريه ومواقع الميديا اللي بقت اونلاين، هل ده ايجابي ولا سلبي وبمنتهى بقى الامانه؟ لا هو بمنتهى الامانه وبشكل مش محتاج ان ما يبقاش فيه وضوح. الموضوع ليه إيجابيات وليه سلبيات. على نطاق كبير فيه سلبيات كتيرة جدا نبع من عدم المسؤولية. عدم المسؤولية إن أنا أي حاجة بشوفها بعرضها، أي حاجة بتبقى المواطن أو الإنسان بقى مباح من المواطن الآخر. صح. مش معنى إن أنا قاعد بكلم حضرتك ألاقي حد صورنا وشير الكلام ده. صح. فين الإذن إنك بتصورني؟ لكن أنا النهاردة اللي عايز يعلن عن نفسه ويحط نفسه قدام الناس ده براحته، لكن ما تخشش على خصوصياتي، ما تخشش على حريتي. أنت حر في الإطار بتاعك، طالما حريتك لم تتعارض مع حريتي اعمل اللي أنت عايزه. طيب ما ينفعش يبقى معايا بقى الدكتور هشام حسين أستاذ من أساتذة الدعاية والإعلان في مصر وما اسألوش سؤال مهم جدا دلوقتي. هل حضرتك يا دكتور اي حد ممكن يجي مثلا يجي يعمل حمله اعلانيه؟ انا عارف انت طبعا انت عندك اجراءات مشدده جدا لاي حاجه بتنزل عندك، بس انا عايز اقول البروسيس ايه، او انت تنصح بايه للناس؟ لان في ناس كتيره بتعمل مشاريع ما بيبقاش فيها مصداقيه، ما بيبقاش فيها وعي، ممكن ناس بتعمل اعلانات لمشروعات وهميه. عايز اعرف الدكتور هشام حسين صاحب اكبر نتورك يمكن موجوده في مصر دلوقتي بيعمل ايه؟ حضرتك لما بيجي كلاين مش هدعي ان انا بعملها للصالح العام في الاول طبعا، احنا لازم نشوف مصلحه البيزنس. اما الاقي كلاينت وجاي طالب حمله كبيره، الحمله الكبيره لازم استقصى عنه. لو الراجل ده واخد قطعه ارض ولسه ما سدش تمام، ما خدش الاجراءات المظبوطه. في ناس بتجري مجرد ان هو خد دفع ال 5% ولا عمل قرار او الدور. يلا او الدور لا أول ده حاجة. ده خطر جدا انك تشارك في العمل معاه، وفي نفس الوقت سمعة المطور
بتفرق. والأهم من ده الشكل اللي هيتحط على الإعلان ده بيأذيني أنا، لو الشكل مش حلو بيأذيني أنا. فلازم النهاردة أنت بتدور على حد عنده فكر عشان يحافظ النقطة الإعلانية طول ما هي محطوطة عليها أسامي قوية، أسامي بتعمل شغل محترم، بتعمل شغل بجودة عالية، يبقى كده البلد فيها حركة. لا، وغير البلد بتبقى عارف إن المكان ده ليه فاليو، ليه قيمة. لكن النهاردة ما ينفعش تتقبل وتشارك في تلوث بصري، ما ينفعش. في دلوقتي بقى حاجة غريبة جدا بنشوفها، كلمات خارجة يعني تتكسف تقولها وبتنزل في إعلانات منتجات بقت يعني بره التطوير العقاري، منتجات غذائية ما ينفعش تتقال. التسويق بقى أنا عايز أظهر بأي شكل، ما أنا ممكن أعمل إجراء. وفي حملات إعلانية بيبقى بتعتمد على عنوان مستفز أو إيحاء. هنا القانون بقى، هنا القانون ده اللي خروج عن النمط وخروج عن الأخلاقيات لازم أفعل. إحنا بنخاف نفعل القانون عشان الرأي العام والناس لا، أنا ضد كده. المخالف مخالفة صريحة، اغلط يا فندم ما عنديش مشكلة، بس في حسن نية وفي غلط متعمد. الغلط المتعمد لازم يعاقب عليه طبعا. الغلط بحسن نية أول مرة نتجاوز فيه، تاني مرة ما يبقاش حسن نية، ده بقى استهتار. يعني لا المستهتر ولا المتعمد المفروض ان انا اسيب. صح، مظبوط. فده مهم جدا في تفعيل. طيب برضو مش هينفع يبقى معايا الدكتور هشام حسين وما اسالوش دلوقتي. يا دكتور انا بشوف ساعات كتيره حملات اعلانيه على الاوت دور وراكبه وتمام و100 مفيش اي مشكله خالص، فجاه بلاقي البنرات اتشالت وظاهر اعمده نور وسلوك مدلدله، اقول لهم في ايه ده؟ يقول لك اصل هو المده بتاعته انتهت. طب هو المده بتاعته انتهت، انا بقى كراجل ماشي في الشارع هل من حقي ان اشوف المنظر بتاعت السلوك المدلدله واللمض المطفيه والكلام ده كله؟ فايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ تم تاسيس جهاز اسمه الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات على مستوى الجمهوريه، ده برئاسه رئيس الوزراء ومجموعه من الوزراء المسؤولين، وانا عضو في الامانه الفنيه. الجهاز ده عشان التلوث البصري. أيوة. عشان المعايير والمقاييس. أيوة. المفروض تتحط للاعلان شكل الاعلان ايه، الشكل العشوائي مع المدن الجديده مع الطرق الجديده لازم يتم تداركه طبعا، الشكل القديم يتم تصحيحه. فالكلام ده كله يعني لو النهارده الاعلان زي ما حضرتك بتقول خلصت المده بتاعه. أيوة. المستاجر. أيوة. وبقى الإعلان فاضي مش مؤجر، ما تسيبوش فاضي، يتحط عليه اسم الشركة بتاعك. صح. يتحط رسالة فاضية، يتحط رسالة لونها أبيض تنور للناس حتى بالليل، أو تحط رسالة تنمي البلد، رسالة سياحة، رسالة توعية. عندنا حاجات كتيرة جدا. أنا بصراحة أنا يعني مش عايز اقول ان انا بعمل اعلان، بس انا ما شفتش غير الدكتور هشام حسين هو اللي بيعمل كده. لو عنده رسائل فاضيه وبيحط حاجات دايما بيعيد على الناس، يقول على مؤتمرات، انا بشوف دايما هو نازل ميدان لبنان او رايح او جاي، بشوف حضرتك بتبعت بتحط دايما رسائل ايجابيه، بتهني الشعب المصري، بتحط رسائل حلوه حتى لو انت أصل الموضوع ببساطه ما بستقرش بقى انا مش خدتش فلوس. لا انا راجل صناعه بيدور على قرش زي اي حد. لكن في مواقف معينه لو انا النهارده الاعلان بتاعي فاضي وهقدر افيد بيه عمل عام، افيد بيه توعيه، افيد بيه جهه جمعيات خيريه. أنا شفت الفيديو بتاع حتى لا ننسى ده، اشعرت والله وانا واقف في الشارع اللي انت نزلته. لا حتى لا ننسى الاخوان واللي عملوا. لا هنا بقى هنا نفصل عن الجمله اللي قلتها من شويه، ان انا لو انا النهارده هشيل شغل بيدخل فلوس عشان مصلحه البلد ده دورنا. انا شفت 3 ايام انت مش حاطط غير حتى لا ننسى. ما لا حتى وشايل كل الاعلانات ليه؟ لان احنا والبلد ما فيش حاجه الفتره دي ان انت ما توقفش في ضهر يعني البلد. يعني انت شلت شغل وشلت اعلانات مدفوعه. طبعا واستاذنا عملاء والناس كلها متفاهمه. يعني العميل لما يكون حاطط اعلان وتيجي تلغيه له بيعمل لك مشكله، ممكن توصل لقضيه. دفع ثمنه. لكن لما يجي بيبقوا عارفين ان ده في ظرف لظرف ومصلحه البلد والموضوع اكبر من اعلان، لا الناس ما بتتاخرش. المواطن المصري محب البلد. الدكتور هشام حسين بيقول انا مش خايف وما بخافش والبلد دي ماسكه بعضها، وانا بشكره جدا لانه جزء من النسيج اللي هتلاقيه موجود في كل حته، في كل مكان بيشيل اعلانات من كل حته عشان يحط رساله تطمن المصريين ويقول لهم ما تنسوش. بشكرك جدا يا دكتور، واتمنى ان حضرتك تشاركنا. السلوجان بتاع الحلقه بيقول الجمهوريه الجديده مع بعض هنبني بلدنا. الجمهوريه الجديده مع بعض هنبني بلدنا. بشكرك جدا يا دكتور، شرفتنا. ميرسي، شكرا.